يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الصحة، يا مساء الجمال. بنقول لكم مساء الصحة ومساء الجمال من قناتنا الجميلة، قناة الصحة والجمال. ودي أول حلقة لينا في شهر رمضان. شهر رمضان يعني شهر المغفرة، يعني شهر الرحمة، يعني شهر العتق من النيران. كلنا قبل ما رمضان بيجي بنقعد نقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. طيب وصلنا الحمد لله، وده في حد ذاته كون ان احنا يعني ادركنا شهر رمضان المبارك، فده في حد ذاته يتطلب مننا ان احنا نشكر ربنا عليه. وصلنا لشهر رمضان بقى، في حاجات كتير قوي مطلوبه مننا. شهر رمضان مش معمول للكنافه وللقطايف وان انت تساعدها في السلطه وان انت تقف معاها في المطبخ، لا خالص. شهر رمضان في حاجات كتير جدا المفروض ان احنا نعملها فيه. مبدئيا كده في يعني صله رحم، نقرب من بعض، والبعيد يعني نحاول نجمع أهلنا ونجمع عائلتنا ونسأل على اللي غايب ونشوف أخبار بعض وأحوال بعض ودنيتنا إيه. كلنا 24 ساعة ماسكين الموبايلات، جه الوقت بقى إن إحنا نشوف بعض ونسمع بعض، جه الوقت إن إحنا نشيل التراب اللي على المصاحف شوية ونفتح المصحف كده ونعمل لنا ورد ونقرأ القرآن الكريم، ومش نقرأ وبس، نقرأ ونتدبر أحكامه. يعني جه الوقت إن احنا نطبطب على بعض ونطلع صدقات ونطلع زكاة. يمكن صوم شهر رمضان ده ركن أساسي من أركان الإسلام، ولكن دايما بيقولوا لا يفتى ومالك في المدينة. النهاردة برحب بضيفي الجميل الخلوق العالم الجليل الداعية الإسلامي محمد أبو الفتوح. نورتني حضرتك في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. نورتني وليا شرف وجود حضرتك، وإن حضرتك تقبل الدعوة في أول حلقة لبرنامج شبابنا مستقبلنا في شهر رمضان المبارك. أنا ليا الشرف طبعا إن أنا موجود مع حضراتكم، ومش عارف يعني مبسوط جدا إن أنا معاكم، يعني وإن أنا هقدر أفيد الناس بأي حاجة يعني في شهر رمضان، احنا نعرفهم على الفضائل بتاعة شهر رمضان. نورتني حضرتك. الله يخليك. احنا لو بدأنا نقول رمضان شهر من ضمن الشهور او زي باقي الشهور، ولكن ربنا ميزه بصفات خاصة، فلو حابين نعرف من حضرتك ايه هو فضل شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل شهر رمضان، ربنا قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام هنا في شهر رمضان هو ربنا فرضه علينا، فرضه علينا لأن الشهر ربنا عايز يكافئنا بحاجات كتير في الشهر. الحاجات الكتير اللي موجودة إن هو أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فشهر رمضان فيه حاجات كتير حلوة، شهر مقرب بالطاعات، شهر فيه قدر كبير ان هو بيخلي اي انسان يرتقي بدرجاته اللي هو بيكتسبها في الشهر ده، خاصة دون الايام الاخرى. هو شهر مميز في كل حاجة، وشهر لو الانسان عرف معنى قيمة الشهر ده هيروح في مكان تاني او هيوصل لدرجات تانية، ده حاجات تانية ان شاء الله. يمكن لو عايزين نسأل حضرتك، الصيام ورمضان يعني كان ممكن الصيام يبقى في شهر تاني غير شهر رمضان، ايه اصل وجوب الصيام في شهر رمضان؟ اصل وجوب الصيام في شهر رمضان ان ربنا فرض زي ما قلت لحضرتك الآية الكريمة ان هو فرض علينا الصوم، علما ان هذا الشهر هو شهر فضيل لانه نزل فيه القرآن الكريم. فالقرآن الكريم نزل على سيدنا محمد فكان افضل الرسل عليه الصلاة والسلام، والقرآن الكريم ده اعظم حاجة نزلت على الكرة الأرضية من أول ربنا ما خلق الدنيا إلى ما هتنتهي الدنيا عليه. فالقرآن الكريم يعني هو ذات قدر كبير، ونزل في ليلة القدر عشان هي ليلة كبيرة ذات قدر، فخلت الشهر بتاع رمضان هو أفضل شهر موجود في السنة، لأن ليلة القدر جواها محتوى كتير إن شاء الله هنوضحه مع حضرتك دلوقتي. فكان الشهر بهذه الأفضلية من عبادات وأجور عظيمة ما شاء الله. الجنة تنادي في شهر رمضان، ودي يمكن معلومة كانت جديدة عليا وأنا بتناقش مع حضرتك في الكواليس، وفعلا حاجة يعني تقشعر لها الأبدان زي ما بيقولوا. الجنة تنادي، بماذا تنادي الجنة في شهر رمضان؟
إذا جاء شهر رمضان نادت الجنة وقالت يا ربي اجعل لي من عبادك الصالحين سكنا فيه. الله. فمن التزم الالتزام في شهر رمضان والتزم السكينة وقمع الشهوات أعد الله له قصرا في الجنة. الله. بناء على طلب الجنة أنها نادت لله وتوسلت إليه أن هو يجعل ليها من عباد الصالحين في هذا الشهر ناس بإيه؟ بالطاعات، بالقربات، بالمغفرة، بالأعمال الحسنة والصدقات. خلينا نوجه السادة المشاهدين وكل اللي بيسمعنا في الحلقة دلوقتي ونقول لهم إزاي يوصلوا لقصور الجنة بعد صيام شهر رمضان. طبعا شهر رمضان زي أي إنسان ما بيبدأه هو شهر معروف إن هو شهر فيه كثير الطاعات، فلازم هو بالنهار صيام وبالليل قيام، فلازم ان هو بالنهار يكون قائم على الصيام، قائم على الاعمال الحسنه، ان انا ابقى متمسك بقراءه القران بالاوراد، متمسك بان انا بحاول ان انا اعمل قربات واعمل حاجات كتير ان هي تقربني من ربنا، وان انا اكون يعني غاضب نظري مثلا عن كل حاجه، عن كل شهوات وعن كل اي حاجه بحيث ان هي تمنعني ان صيامي ده يفسد عليه او 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 ان انا ما ادخلش في جو الصيام او يبعدني بشكل يعني ايه بشكل طبيعي عن كل ما هو يفسد عليه الصيام. طيب. ادخل في العبادات، ادخل في الطاعات، ادخل في ان انا اكون محتوى على القران. هو شهر عباده فلازم انا اكون مهتم باكتر حاجه فيه بالعباده، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قد ذكر حديث قال رسول الله عليه الصلاه والسلام ان قد خسر رمضان من أدرك رمضان ولم يغفر له. فمن أدرك رمضان ولم يغفر له قد خاب وخسر. فلازم الإنسان يكون في شهر رمضان يعني المحتوى اللي هو عايز يقدمه لنفسه ولربنا، بحيث إن هو لازم يكون مندمج جدا مع العبادة ومندمج جدا في عبادته في صلاته، لازم يكون محافظ على الكيان بتاعه مع ربنا وعلى صلة العبد بربه. فده أكتر حاجة إن الإنسان لازم هو يكون نفسه عارف الكلام ده وما يخليش لأي حاجة تفسد عليه عبادته مع ربنا وصلاته مع ربنا. قلت لي في حاجات ممكن تفسد الصيام ولو احنا حافظنا عليها أو حافظنا على نفسنا أو حاولنا نحجم نفسنا من حاجات معينة بيقبل الصيام. خلينا بقى نقول من حضرتك تفصيليا ايه شروط تقبل الصيام؟ من شروط تقبل الصيام طبعا ان هو الإنسان لازم يقمع الشهوات بتاعته، دي أول حاجة لازم الإنسان يعملها، لازم أقمع شهواتي كويس ولازم أكون بأدي فروض الطاعة بتاعتي كويس. فما ينفعش إن أنا أجي في شهر رمضان مثلا ليس الصيام عن الطعام وإنما الصيام عن الشهوات، غض البصر، كف المحارم، كف الأذى عن الطريق، الأمر بالطاعة، النهي عن المنكر، كل دي واجبات طبعا لازم الإنسان ياخد باله منها، ولازم هو يكون في قربات من ربنا، وإن هو يحرص على إن هو يتصدق في رمضان، يكون كل كلامه مثلا بيتكلم في القرآن، بيقرأ الأوراد بتاعته، بيحاول إن هو يتوصل إلى ربنا في هذا الشهر، لأن الشهر ده زي ما احنا قلنا في الأول أكتر شهر موجود في طاعات، أكتر شهر موجود إن هو الإنسان يقدر يعني يأخذ أجور ويأخذ عبادات ذات أجر كبير في شهر رمضان، فلازم يكون هو حريص جدا كل الحرص على إن هو ما يفوتش منه يعني أي حاجة من الأجور ديت، ولازم يكون هو بمثابة إنسان عاقل عارف كل حاجة هو بيعملها، فلازم يكون هو حريص جدا على العبادة والتقرب من ربنا. تمام. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. خلينا نقول الأول إيه هي ليلة القدر وإيه فضل ليلة القدر وليه سميت أصلا بليلة القدر وإزاي يعني ندركها، اللي ممكن نعمله علشان نوصل لليلة القدر. ليلة القدر القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بيقول إن أنزلناه في ليلة القدر، فبيقول إن أنزلناه، هو إيه اللي هو أنزله؟ هو طبعا القرآن الكريم أنزله في ليلة القدر. فليلة القدر ديت اللي احنا لسه هنشرحها دلوقتي في التفسير إن هي ليلة ذات قدر، ذات مكانة كبيرة. فالقرآن الكريم إن أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فإحنا الناس لما تقرأ الآية بالمعنى العادي هتقول يعني إيه خير من ألف شهر؟ فإحنا حضرتك لو قسمنا الألف شهر
على عدد شهور السنة اللي هي ال 12 هيطلع لنا 83 سنة وكسر. تمام. 83 سنة وكسر. ده مجمل عمر أي بني آدم في هذا العصر يعني، أو من الأعمار الطويلة اللي هي تعد في هذا العصر. تمام. اللي هو ال 83 سنة. اسمة ال 1000 على ال 12 بيدينا 83 سنة. فليلة القدر خير من عمر بني آدم في الدنيا يتراوح عمره 83 سنة. فهي ربنا بيقول إن الليلة ديت خير من 1000 شهر. تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي الليلة ديت لازم الإنسان يحرص على إن الليلة ديت ما تفوتوش في شهر رمضان. لازم الليلة ديت الإنسان يكون حريص كل الحرص، لأنها بمثابة عمر البني آدم من أول ما يتولد لحد ما يموت. ما شاء الله. فهي الليلة ديت ذات قدر، وربنا قال إن أنزلناه في ليلة القدر. فهي ذات قدر، القدر بتاعها اللي هو يعني الإنسان لو تصدق في اليوم ده أو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما شاء الله. فلازم الإنسان يكون فاهم إن دي ليلة بعمره بحاله تساوي عمره بحاله، فلا بد ان هو يكون مستني الليله حريص ان هي ما تفوتوش. بيعمل اقصى ما في جهده ان هو يقوم العشر ايام الاخره في رمضان عشان ما تعديش الليله منه او ما تفوتوش الليله زي ديت، لان بمثابه عمر. جايز السنه دي احنا بنحضرها، جايز السنه الجايه ما نعرفش نكون فين. كم انسان حضر رمضان معانا اللي فات ورمضان اللي احنا فيه دلوقتي ما هوش موجود معانا. فربنا بيقول اغتنموا رمضان، اعرفوا ان شهر ده شهر ذات قدر كبير، شهر عظيم، في ليله من اعظم الليالي في الدنيا. فلازم الانسان ان هو ما يتعدهوش الليله ديت، لازم الانسان ان هو يكون حريص كل الحرص ان هو الليله دي لازم يغتنمها، ما يسيبهاش تعدي باي شكل من الاشكال. فطبعا كان حصل مناوشه ما بين العلماء عن ليله القدر، فكان من ضمنها الشيخ الجليل الشيخ الشعراوي الله يرحمه. فكان ذهب الى السعوديه واجتمع هو وعلماء بعض العلماء وقعدوا يناقشوا من ليله القدر ان هم عايزين يعرفوا الليله بتاعتها. ان هي مثلا في الناس زي ما احنا بنقول او العلماء زي ما قالوا عايزين نعرف توقيتها بالظبط. في اللي بيقول 21 هي ليله فرديه، ففي اللي بيقول 21، في اللي بيقول 26، في اللي بيقول ليله 27. فطبعا هم قعدوا يتناقشوا ان حول ما تدور الليله. ففوجئوا بشخص دخل عليهم المكان اللي كانوا فيه، فالشخص ده لم يعرف له ما حدش عرف يحدد هويته. تمام. هو جاي منين؟ فقال لهم يا علماء بالبلدي كده انتوا قاعدين بتحققوا ليه؟ هو ربنا او ربنا قال على لسان رسول على لسان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الاواخر من رمضان. فما تدوروش، التمسوها. فحس كلام الراجل ده على ان هو لازم نلتمسها وسابهم ومشي. فالشيخ الشعراوي ادرك شخص وراه، قال له اطلع شوف هو راح فين. فلما طلع ورا منه لم يتداركه، ما عرفش هو رايح فين. فكان هذا بموجب وحي من الله او الهام من الله ان هو يقول لهم التمسوها في العشر الاواخر. فلازم ان احنا نكون حريصين في العشر الاواخر ان اقوم كل ليله. فايه المشكله ان انا اقوم كل ليله اصلي والتزم بان انا ادي فروضي واعمل عليا؟ جايز صليت ليله القدر وافوز بالقدر بتاعها وبالطاعه واكون من الناس اللي هو خد في ليله اجر عمر انسان عاش 83 سنه. ربنا يكتب لنا يا رب ادراك ليله القدر وثوابها يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. يمكن الصوم كركن اساسي من اركان الاسلام، اكيد ليه حكمه معينه عند ربنا سبحانه وتعالى ان يخلي الصوم ركن اساسي من اركان الاسلام. كان عايزين حضرتك توضح لنا النقطه دي. الصيام ان هو ركن من اركان الاسلام، بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج رمضان وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فجعل ربنا الصيام ركن من اركان الاسلام. فلا يكتمل اسلام المرء الا بالصيام، فده ركن من اركان الاسلام، وده ربنا فرضه علينا لان هو كلمه رمضان مشتقه من كلمه الرمض، والرمض ده يذكر قديما في اللغه العربيه ان هو شديد الحر. فان الانسان لما بيشبه ربنا الرمض بالحر ان هو بيبقى يعني داخل جوفه حراره وشده من قله الاكل والظمأ. فربنا شبهه في ان شبه الانسان بهذه الحاله من جوفه. فهذه الحاله بتعبر ان الانسان في حاله خشوع، في حاله قمع شهوات، في حاله سكينه مع ربنا، في حاله عباده. فلازم الانسان يبقى فاهم ان ده ركن اساسي لتقبل العباده، او ان الانسان بيلتمس لاوامر الله وطاعه الله. تمام.
طيب لو حابين كده نوجه السادة المشاهدين لحاجات معينة أو لأفعال معينة أو لعبادات معينة يعملوها يكسبوا ثواب أكتر في رمضان، تحب تقول لهم إيه حضرتك؟ هو طبعا رمضان ثواب رمضان في الصيام والقيام وفي قمع الشهوات اللي احنا برضو لسه متكلمين فيها من شوية. تمام. فالإنسان يعني إذا كان عايز يحافظ على 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 صيامه ويحافظ على الأجور، رمضان شهر ترفع فيه الأعمال من حسنة إلى 10 أضعافها إلى 700 ضعف. فلازم الإنسان يكون محافظ على إن هو يتصدق بأكتر الأشياء في رمضان، لأن الحسنة تتلخص إن هي بتكبر، ممكن ربنا يزيدها لك إلى 700 ضعف. فلازم إن هو يكون حريص إن هو يبقى حريص على الصدقات دي أكتر حاجة. أعمل صدقات، أزكي، أقرأ قرآن، أحاول إن أنا أغض البصر، أحاول إن أنا يعني أبقى قامع شهواتي، ملتزم دينيا في شهر رمضان على العبادة فقط. طيب. العبادة فقط أكتر حاجة لازم أكون ملتزم عليها، وأكون أنا متشدد إن أنا ما حدش يجي يخرجني بره هذا النطاق أو هذا الوضعية. خلينا بقى بتقول لي حضرتك يبقى ملتزم على العبادة فقط، وبعض الناس بتاخد ده سبيل إن أنا هترك أعمالي وهترك شغلي وهعتكف للعبادة طول شهر رمضان، وهنحط علامة استفهام عند الجزئية دي وهنقول أنا لا، الشخص اللي بيسيب شغله وبيعتكف للعبادة ده غلط أو صح من وجهة نظر الدين؟ من وجهة نظر الدين نتكلم في المنطقة دي، يعني ربنا قال ما تسيبش اللي وراك وتعمل اللي هو ربنا. طبعا بيبقى في عندك شغل وفي عندك عبادة، فأنت ادي للشغل وقته وللعبادة لها وقتها. فاحنا طبيعي مش هنقدر نبقى شغالين طول اليوم وهنيجي برضو نقول احنا مفيش وقت للعبادة. وبعدين ربنا بيقول في القرآن الكريم في سياقات كتيرة ان ال ان 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 الشغل مش هو اكتر حاجة بترزقنا. ربنا مش بيقول الشغل اكتر حاجة بترزقنا، انما الانسان لو تقمص وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يرزقون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. ربنا ما قالناش ان احنا يعني ان هو مش عايزك تشتغل، خد دور العبادة أساسي في حياتك وادي للشغل مهامه في نطاقه، وما تديش الشغل حجم أكبر. الشغل لما تديله حجم أكبر، أنا سؤالي يعني بغرض تاني خالص، يعني هل أنا يجوز أنا بشتغل في هيئة حكومية، في مصلحة حكومية، في بنك، في مدرسة، في أي كان، هل يجوز أن أنا أبدي العبادة عن شغلي الأساسي وأقول أنا هروح أمضي وأجري علشان أعتكف انا خلاص كده؟ لا طبعا، علشان لا يعني طبعاً. علشان ادي فرائض رمضان او اقوم بعبادات رمضان، هل ده صح او غلط؟ لا طبعا، هو الانسان بيلتزم بعمله لان العمل عباده. العمل نفسه هو عباده. ولكن العمل طالما انا فيه لي اوقات محدده في العمل، في التزام، فانا بؤدي عملي، ثم بعد كده انا بخرج من عملي الوقت اللي انا فاضي فيه بره احاول اقسم وقتي للعباده، مش مثلا نقعد نتفرج على المسلسلات، نقعد نتفرج على البرامج، وفي الاخر احنا ما بنطلعش باي حاجه. فبيفوت شهر رمضان زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، من ادرك رمضان ولم يغفر له فقد خاب وخسر. فلازم ادرك الشهر، اخلص عملي، اطلع من عملي، اتجه لوقت العباده بتاعي، احاول اقرا ورد في رمضان، احاول ان انا اكون على 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 احاول اساعد الناس الفقراء المحتاجين بقدر ما املك من المال، احاول ان انا اتقرب من ربنا باي وسيله. اهم شيء لازم لما يجي رمضان ويفوت ما اكونش من الناس اللي هم فات منهم رمضان. لازم ادرك رمضان ان انا بعبادتي، بصلاتي، بزكاتي، بتقربي الى الله ما اخسرش، لان لو خسرت خسارتي انا ما اضمنش هتوديني فين، ممكن السنه الجايه ما ادركش رمضان. فاكون انا في زمره الناس اللي هم ربنا رضى عنهم وجعلهم من الصالحين والمتقبل عبادتهم في شهر رمضان ان شاء الله يا رب. حضرتك قلت لي فضل شهر رمضان، احنا طبعا بنتناقش مع بعض في الكواليس، قلت لي فضل شهر رمضان وقلت لي فضائل شهر رمضان. قلت حضرتك هل في فرق ما بين الاثنين؟ قلت لي شتان ما بين الاثنين. عايز حضرتك توضح لي فعلا طبعا الفرق دلوقتي ما بين فضل شهر رمضان وفضائل شهر رمضان. احنا ذكرنا من شويه فضائل شهر رمضان. فضل شهر رمضان كان عن ابن عباس رضي الله عنه، سال رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال له يا رسول الله إني أريد أن أسألك سؤالين فأن تجبني عليهما. فقال اسأل يا ابن عباس. فقال ما معنى كلمة إن أنزلناه في ليلة القدر وإن أنزلناه في ليلة مباركة؟ فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال له
إن القرآن الكريم نزل في جملة واحدة من اللوح المحفوظ في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في نجوم في 23 سنة. فهذا من فضل شهر رمضان كما ذكرت في آية: فلا أقسم بمواقع النجوم. فهذا من فضل شهر رمضان أنه هو نزل في هيئة نجوم، ونزلت الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. فده من فضائل ربنا أنه هو نزل جملة واحدة في ليلة القدر، وده أعظم حدث كوني في التاريخ بحاله على وجه الكرة الأرضية، أن الكتاب الوحيد الذي لم يتم تحريفه ولم يتم النيل منه ولو بحرف ولو بنقطة واحدة من آلاف السنين، من أول ما نزل على سيدنا محمد من 1400 سنة هجرية، 1400 سنة 45 هجرية إلى الآن لم يتم التحريف في القرآن. فده أعظم حدث نزل، أعظم حدث نزل على سيدنا محمد عليه، ونزل في هيئة نجوم. والآية اللي بتقول فلا أقسم بمواقع النجوم، هذه الآية التي ذكرها سيدنا محمد، فقال له يا ابن عباس إن هذا أكبر الفضائل التي نزلت في شهر رمضان. والله حضرتك نورتني جدا، ربنا يخليك. والوقت الحلو دايما بينتهي بسرعة طبعا. ولكن إحنا بنوعد السادة المشاهدين طبعا إن إحنا نكمل سلسلة حلقات في رمضان إن شاء الله، وبنستقبل كل أسئلتكم الدينية على بريد البرنامج أو الواتساب الخاص بالبرنامج، وإن شاء الله يكون مشرفنا الداعية الإسلامي محمد أبو الفتوح في باقي حلقات رمضان إن شاء الله. نورتني جدا حضرتك النهاردة. ويمكن قبل ما أختم الفقرة دي معايا صورة لحد عزيز عليا، الراقي الخلوق أخويا الغالي جدا 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 إلى ما لا نهاية، الشاعر أحمد عساف. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت بنتعلم منك كل حاجة حلوة يا أحمد، أخلاق وشغل ورزانة وعقل وكل حاجة جميلة زيك وزي وجودك. عيد ميلاد سعيد وعقبال مليون سنة سعادة ومليون سنة وانت جنبنا واقف معانا دعم وسند وكل حاجة جميلة زي وجودك. كل سنة وانت طيب وبخير وسعادة وعقبال مليون سنة يا رب. لحد هنا وصلنا لنهاية الفقرة دي، انتظروني الفقرة اللي جاية، معايا فقرة مهمة جدا محدش يروح بعيد.